ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. قال الإمام رحمه الله: فصل في تنويع العبادات البدنية. قوله بعد ذلك في النوع الخامس في الفصل: تنويع العبادات البدنية. وإن قرأ آيات الصفات تأمل تلك الصفة، فإن كانت مشعرة بالتوكل فليعزم عليه. يقال فيه هنا الأحسن يقال فليتوكل لنظائره التي يعني في ذكرها، فما الفرق بينه وبين نظائره حيث قال فيه فليعزم بخلاف النظائر، وأنا أقول فليتوكل. هذه الكلام على تنويع العبادات البدنية. التأصيل فيها في هذا الباب هو أننا نقول بأن يعني العبادات متفاوتة كما قلنا قبل ذلك، العبادات متنوعة، والعبادات البدنية نفسها متنوعة، والعبادات البدنية نفسها، فالعبادات البدنية متنوعة وهي أيضا متفاوتة في الدرجة. وإحنا قلنا أن في يعني قاعدة ابن تيمية وهي من أعظم ما تكون، ألا وهي بأن إذا جاءت العبادات متنوعة فالسنة فيها التنويع، فالسنة فيها التنويع في هذا الباب. والعبادات البدنية قد يدخلها عبادات مالية معها، وقد تخلو منها كالحج عبادات بدنية ومالية، والصيام عبادات بدنية محضة، نعم، والصلاة كذلك. فهو بيقول هنا: وإن قرأ آيات الصفات تأمل ثم توكل. وتوكل هنا حقا، التوكل هنا يعني لو قال عبادات بدنية يقصد بذلك القلب معها، هذه عبادة قلبية. التوكل من أعظم العبادات القلبية، فإذا التوكل أصلا عبادات قلبية، فإن أدخلها في العبادات البدنية فله ذلك. لكن الفصل لما قال في تنويع العبادات البدنية نقول التنويع السنة فيه التنويع، والتنويع فيه التفاوت، تفاوت العبادات كالصلاة، الصلاة أقرب العبادات إلى رب الأرض والسماوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: هي خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل، فليستكثر أحدكم أو ليستقل. نعم، فهذا إذا علمت هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه المرء فالصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فازت خاب وخسر. ومسألة التوكل يحتاج أيضا فيها العبادة بدنية مع العبادة القلبية، وهي حسن الظن بالله جل وعلا والركون الكامل له بجمعية القلب. يحتاج فيها المرء أن يتعبد لا بأخذ بالسبب، الأخذ بالسبب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن الله ناصره، ويعلم أن الله لا يسلمه لأعدائه، ومع ذلك عند سفره كان بأبيه وأمي قد اتخذ خريتا عالما من أجل أن يعمي على قريش في السير إلى مهاجري إلى المدينة. فلذلك قلنا أنه أدخل التوكل وهي عبادة قلبية مع العبادات البدنية، على أن القلب أيضا له علاقة بالبدن. وش العلاقة إخوتي الكرام؟ طيب كأني أسمع مجيبا حتى لأن الوقت مش معنا. يقول: لأن القلب هو الملك، والأعضاء هم والجوارح هم جنوده، الأعضاء جنوده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، تفضل شيخ مسير. ثم قال أمين. شيخنا ذكرت أن العلاقة علاقة تلازم. نعم، علاقة تلازم، لأنه رئيس وجنود، صلاح القلب يلزمه صلاح الجوارح. وحتى عكس بالعكس، إن وجدت صلاح الجوارح لابد أن تعلم أن الصلاح في القلب موجود. فالظاهر يؤثر في الباطن، والباطن يؤثر في الظاهر، وكل نام بما فيه ينضح. نعم، قالوا: ولا يخفى، لا يخفى عليك لا يخفى عليك تلازم الظاهر بالباطن. نعم، حسنت، ممتاز يا أمة الله، نفع الله بك حقا. والقلب هو المتحكم في كل الأعضاء. قوله بعد ذلك في النوع السادس: إسقاط الحقوق كالإعتاق في الكفارات والإبراء من الذنوب والعفو عن الإساءة. هنا يقال في هذا على الكلام على العتق في الصادر من المسلم في هذا الكفارات له جهتان: حيث كونه إسقاطا لما في الذمة أشبه بأداء الديون، ومن حيث إعتاقا من المسلم يراه المسلم عبادة
لله جل في علاه. فإبراء الذمة هذه على المسائل المادية، لكن العبادات تكمن في مسألة الاعتاق، اعتاق للكفارات يعني. وهذا هذا العتق يكون حتى وإن كان شبهه مسألة أداء الديون، ففيه التعبد رب العالمين والشرع متشوف للعتق. فهو يقول هنا النوع السادس إسقاط حقوق، هذه عبادات، عبادات. والكفارات أيضا تعبدا لله جل في علاه، والكفارات أيضا تكون على التعبد لله جل في علاه. قال ثم قال نصير والعفو. قال قوله بعد ذلك والعفو عن حد القذف أفضل من العفو عن التعذير. نعم، هذه فيها يعني المسألة ليست محل جزم بذلك. إذا قلنا الإمام التعذير فإذا عفى مستحقه، يعني يكون الأمر راجع لولي الأمر لا راجع لمن يعفو عن التعذير. أما إذا قلنا له التعذير إذا عفى مستحق التعذير، وهو الأصح أن الأمر راجع لولي الأمر، فاحتمل ما ذكره الشيخ، يحتمل أن العفو عن التعذير أفضل من العفو عن حد القذف، لأن الحد له ضابط يرجع عليه، والتعذير لا، ممكن أصلا يصل للقتل عند المالكية ولطول حبس عند غيرهم، وإن كان التعذير حقيقة يعني لا يتعدى فيه الحد. ولذلك نقول بل إسقاط الحد أولى من إسقاط العفو. وهذا أيضا عندما تكلم عن التنوع تكلم عن التفاوت هنا في الأفضلية في هذا الباب. فالعفو أيضا هذه من أعمال القلوب، والعجيب أنه صدر بها أنها أعمال البدن، هذه كلها من أعمال القلوب، ويتأتى فيها العفو عن حد القصف أفضل من العفو عن التعذير، لأنه التعذير لا يصل به ولي الأمر إلى حد. فلذلك قلنا العفو عنه عن الحد أفضل من العفو عن التعذير. طيب، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم.